اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي برنامج اوراق اقتصاديه. كما تعودنا اسبوعيا نقلب في اوراق الاقتصاد ونتعرف على مستجدات الاخبار على الساحه الاقتصاديه المحليه بدايه والاقليميه والعالميه، ثم في الجزء المتبقي من الحلقه عاده ما نفتح الملف الرئيسي لهذه الحلقه ونتناول هذا الملف بكافه الابعاد والتفاصيل. نبدا مع الاخبار وتفاصيل الاخبار التي معنا اليوم، والخبر الاول بيتعلق محليا بمستجدات التقارير والتعليقات ومواقف مؤسسات الدولية العالمية من الاقتصاد المصري. فمؤخرا رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته لأداء الاقتصاد المصري إلى نسبة 5.9%، وهذا الأمر يكون بنهاية العام الجاري. أيضا تقرير الآفاق في الاقتصاد العالمي، خفض صندوق النقد توقعاته لتضخم أسعار المستهلكين في السوق المصرية خلال العام المالي 2019-2020 إلى نسبة 10% من 12.3% قبل 6 أشهر. توقع أيضا الصندوق تحسن لمعدل تراجع في البطالة في مصر، إذ يتوقع حاليا انخفاض هذا المعدل إلى 7.9% في السنة المالية الحالية. كل هذه التقارير الدولية التي تصدر بداية من صندوق النقد أو عن البنك الدولي هي مؤكدات لنجاح الإصلاحات في الاقتصاد المصري، وأن أهداف وثمار هذه الإصلاحات بدأت تتحقق بالفعل وفق معدلات وأرقام ومعايير كانت محددة مسبقا. عالميا هناك تقلبات في أداء الاقتصاد العالمي، ومن ثم هذه التقلبات بتنعكس على أداء المعدلات الاقتصادية. فحذر وزراء مالية دول مجموعة الـ20 لكبريات الاقتصادات في العالم، حذروا من مخاطر تدهور أداء الاقتصاد العالمي، وهذا الأمر على رغم التطورات الإيجابية اللي بتحدث في الخلاف القائم والتجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وأيضا في إطار مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكزيت. الوزراء أشاروا خلال اجتماع صندوق النقد والبنك الدوليين وزراء مالية مجموعة الـ20 أشاروا إلى أن الاقتصاد العالمي بيشهد حاليا تباطؤ في تعافي، وهذا الأمر جعلهم يحذرون صندوق أو حذر صندوق النقد ومجموعة البنك الدولي من تدهور توقعات في أداء الاقتصاد العالمي ومعدلات نموه. صندوق النقد كان الحقيقة توقع أن يكون معدل النمو العالمي بنسبة 3% خلال عام 2019، وده يعتبر أدنى مستوى له خلال السنوات الـ10 الأخيرة، ولكن تراجع في هذه التقديرات في يوليو الماضي في ظل طبعا الصراعات والحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة أو حتى بين الصين أو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، على رغم بداية ظهور بوادر انفراجة في هذه الحرب تحديدا بين الولايات المتحدة والصين. معنا خبر أيضا عالمي، وهو إعلان من صندوق النقد إلى الدول 89 اللي هي دول الأعضاء في الصندوق، واللي وافقت على الإبقاء على إجمالي موارد الإقراض لدى الصندوق والبالغة $1 تريليون، وتأجيل تغييرات في هيكل المساهمين لحد أواخر 2023. هذا التحرك يعتبر بمثابة اعتراف بأن المراجعة الحالية لنظام الحصص في صندوق النقد لن ينتج عنها أي شكل من أشكال التغييرات، ولن تمنح المزيد من النفوذ تحديدا للأسواق الناشئة والرئيسية وعلى سبيل المثال الصين والبرازيل، والولايات المتحدة كانت بتعارض بشدة أي زيادة في إجمالي التمويلات سواء حصص المستثمرين، وبتعتبر ان هذا ان الصندوق حاليا لديه الموارد الوافره والكافيه للقيام بالدور المنوط به. مشاهدينا الكرام، نخرج الى فاصل قصير ثم نبدا فتح ملف حلقه اليوم، تابعونا.
أهلا بحضراتكم مرة أخرى. في إطار اهتمام الدولة والإرادة السياسية لقطاع القطن وقطاع الغزل والنسيج بشكل عام، كانت هناك استراتيجية وضعت بالفعل في هذا الإطار. هذه الاستراتيجية كان من شأنها الاهتمام بزراعة القطن وكيفية تحصيل هذا المحصول من المزارعين والارتقاء بالأسعار اللي بتحصل عليها الفلاحين في نهاية الموسم. أيضا كانت هناك في هذه الاستراتيجية الاهتمام بقطاع الغزل والنسيج بشكل عام وعملية التحديث وإعادة الهيكلة والتطوير اللي بيطرأ على هذا القطاع. من ثم وضعت وزارة الزراعة نظام جديد للتعامل مع القطن وقطاع الغزل والنسيج بشكل عام، من شأنه أنه يعود بالنفع على الفلاحين من جانب، يعطي قيمة مضافة للقطن المصري وتحديدا طويل التيلة وقطاع الغزل والنسيج بشكل محدد، وأيضا يعطي أهمية في حالة وجود شراكات ما بين القطاع العام وبين القطاع الخاص وما بين أيضا المستثمر الأجنبي إذا موجود. بعد تطبيق هذه المنظومة الجديدة في القطن المصري أو على قطاع النسيج بشكل عام، بدأت تظهر بعض التحديات وبعض المعوقات، بدأت تظهر بعض السلوكيات، بدأت تظهر أيضا تطورات، خاصة أن الأمر يتعلق بالشأن الداخلي فقط وإنما يتعلق أيضا بالساحة العالمية والطلب على محصول القطن أو على النسيج بشكل عام. تساؤلات كثيرة سنطرحها في ملف حلقة اليوم، ولكن قبل أن نبدأ في فتح هذا الملف نتابع التقرير التالي ثم نعود إلى جلسة المناقشة. تابعونا. ليس مجرد محصول ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة، لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية. فالأهمية الاقتصادية للقطن المصري على المستوى العالمي والتي ترجع إلى إنتاج مصر الممتاز من الأقطان الطويلة الذي تجاوز نسبة 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي، إلى أنه انخفض إلى ما يقرب من 20% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم. ولذلك فإن الدولة توليه عناية خاصة للحفاظ على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن. بعض المتغيرات المحلية والعالمية التي أثرت سلبا على زراعة القطن المصري وإنتاجه أدت إلى انخفاض المساحة المنزرعة ومن ثم انخفاض الناتج الكلي، وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن، وكذلك عدم استقرار تجارة القطن وقلة المستهلك محليا. ومع بداية عام 2015 تبنت وزارة الزراعة استراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري. فاستراتيجية وزارة الزراعة ارتكزت على عدة محاور أساسية، هي استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج، وتنفيذ حملة قومية إرشادية سنوية على مستوى الجمهورية للعمل على زيادة المحصول من خلال التعريف بالأصناف الجديدة. وتابعت وزارة الزراعة أنه من بين المحاور أيضا مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن وإيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق الأقطان تقوم على التنافس، وذلك من أجل تحقيق أعلى دخل للمزارع وبالتالي تحسين جودة القطن. مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا التقرير أصبحت استراتيجيات وهدف الدولة في المقام الأول بالنسبة لهذا القطاع، قطاع القطن والغزل والنسيج تحديدا، وكيفية الوصول والعودة بالقطن المصري من 50% بشكل 50% في المنتج الانتاج العالمي إلى الذي أصبح إلى 20، كيف نعود به إلى 50 مرة أخرى، وكيف نعود بقطاع الغزل والنسيج إلى ما كان عليه من مكانة سابقة. للنقاش حول هذا الملف يسعدني أن يكون معي في حلقة اليوم الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع الغزل والنسيج. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الفتاح. ويشرفني أيضا الأستاذ أحمد بشير، رئيس سابق لجنة الغزل والنسيج بجمعية شباب الأعمال. أهلا بحضرتك.
ابدا مع الاستاذ عبد الفتاح. استاذ عبد الفتاح، يعني هناك منظومه جديده وضعت للتطبيق في القطن والتعامل مع المزارعين في هذا الشان، يعني كيف ترى تطبيق هذه المنظومه خاصه وان بدا تطبيق هذا العام في محافظتي تحديد الفيوم وبني سويف تقريبا؟ بالتاكيد هذه المنظومه يعني تصحح ما افسده 210 لسنه 1994. هذا القانون سيء السمعه الذي دمر القطن المصري وسمعه القطن المصري، أنا الأوان إن إحنا نعيد النظر فيه، لأن الحقيقة اللي بيتم الآن وهذا الموسم بالتحديد في محافظة الفيوم ومحافظة بني سويف هو بداية حقيقية لاستعادة القطن المصري جودته. تمام. كمان بداية حقيقية لإن الفلاح ياخد حقه، لأن الحقيقة 210 لسنة 94 ما دمرش القطن المصري بس وسمعته، بل جار على الفلاح، لأن بقى فيه أكتر من جلاب، أكتر من إيد بتشتري القط بتتناولها. فلو قلنا إن سعر الإنطار بيصل في النهاية للتاجر الجملة ب 2000 جنيه كان بيشترى من الفلاح ب 1600 و 1700، ثم تزداد هذه القيمة إلى أن تصل إلى جيوب بعض الجلابين. فالنظام الجديد هو بيرجع لنظام البورصة، يعني أنا كنت أتصور إن هو كان يرجع الأول لنظام المجمعات اللي كانت معمولة قبل 94، لأن الحقيقة اللي عاشر البورصة واللي عاشوا البورصة ما دوش موجودين على قيد الحياة. كمان كان لازم يسبقوا الحقيقة حملة إعلامية كبيرة بالتوعية بأهمية هذا النظام اللي الحقيقة كلنا نفسنا نروح ليه، يعني ويمكن من 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 اللي حصل السنة دي في الفيوم وبني سويف إن كثير كل الشركات القطاع الخاص لم تدخل في هذا النظام. انت حضرتك جبت سيره البورصه وان يعني حضرتك هتطلع عوامل المؤثره بدايه على انجاح مثل هذه المنظومه الجديده، تمام. وده بينقلنا برضو للاستاذ احمد. هناك يعني تصريح من سيد وزير الزراعه بان الشركات الخاصه او بعض الشركات الخاصه لم تقوم بالفاعليه الكافيه لانجاح هذه المنظومه، تعليق حضرتك على ايه وايه الاسباب اللي جعلت هذه الشركات لا تتفاعل؟ على كلام استاذ احمد استاذ عبد الفتاح بيقول ان احنا كنا نرجع لنظام الجمعيات اللي بتجمع جمع الشامل، ونظام البورصه هو معمول بالفعل التسعير. يعني اولا احب اشكر وزاره الزراعه على المجهودات الكبيره اللي بتعملها. اخر 4-5 سنين وزاره الزراعه عملت بمجهودات كبيره، هي ومركز مراكز بحوث الاطعام، تطوير السلالات، طريقه الجمع، الطريقه زي النظام الجديد اللي هو اعطاء شهاده لكل واحد بيزرع يبقى القط معروف اصله ايه، تراسيبيليتي يعني الشركات العالميه يهمها تعرف مين اللي زرع وزرع فين والاستدامه بتاعه القط. النظام الجديد ادى فعلا فرصه ان احنا نطور ونوري العالم بره اللي احنا نقدر نعمل قطن بسلالات جيده جوده عاليه في استدامه. الانتاج السنوي طبعا اقل من السنين اللي فاتت. الفلاح مشكلته الكبيره ان هو ما بياخدش حقه. ما بياخدش حقه ليه؟ لان السعر تكلفه زراعه القطن تيجي في الاي في الاخر يبيع القطن يلاقي نفسه ما حققش ارباح، فطبعا ايه اللي يضمن له انه يقعد يستمر في زراعه القطن؟ المشكله الكبيره في مصر هي سعر الضمان لزراعه القطن. كل بلاد العالم يعني بتدعم القطن، يعني انا مش عايز اقول دعم مباشر، تمام. بس كل بلاد العالم اللي مصر بتستورد منها ان كان اليونان او ان كان امريكا كلهم بيدعموا القطن. طيب حضرتك عايز ادعم الفلاح، مش عايز ادعم القطن، عايز ادعم الفلاح. فلاح حضرتك تعرضت لنقطه مهمه جدا، هي احد المعوقات اللي بتواجه الفلاح في عملية زراعة. هرجع لك بس للسؤال اللي حضرتك بتقوله اللي هو ليه أحجامه ليه؟ تمام. لأن هي يعني بورصة. أنا دلوقتي قطاع خاص، أنا عندي فرصة إن أنا أجيب بسعر أقل من السعر اللي هشتري. أنت دلوقتي بتقول لي السعر 2100، أنا السعر ده بالنسبة لي ما أنفعش أشتري بيه. أنا قدامي ب 1800 و 1700. إيه اللي يخليني أشتري ب 2100؟ وبعدين أنا عندي من السنة اللي فاتت فضلة كبيرة مش هشتري السنة دي. فدي بورصة، يعني أنا ما تقدرش تقول القطاع الخاص أحجم، لا، القطاع الخاص لو لقى سعر أقل من بره هيشتري. لو ما أحجمش، ونقول ما بعض الشركات
ما كانتش بالفاعليه المطلوبه والمنتظره. هي عرض وطلب حتى في الشراكات مع القطاع العام، وهتكلم على الجزئيه دي برضه. هي عرض وطلب كل الشركات. والقطن ده سعر يعني سلعه استراتيجيه، مش سلعه اللي احنا ممكن نستغنى عنها. يعني مصر مشهوره بالقطن المصري، والحمد لله ربنا مدينا الميزه دي ما اداهاش لحد تاني، فاحنا لازم نحافظ عليها. مش عايزين الفلاح يوصل لنقطه يقول لا انا مش هزرع. طيب خلينا يا استاذ احمد هنتكلم مع الاستاذ فتاح من منظور القائمين على قطاع الغزل والنسيج، والرغبه والهدف الاساسي هو تحقيق قيمه مضافه للقطن المصري والعوده بمكانته العالميه. في عندنا وزاره الزراعه، وفي عندنا قطاع الاعمال اللي فيه شركات الغزل والنسيج، في عندنا القطاع الخاص، ثم بعد كده هنروح للنقطه الاخيره اللي هي المستثمر الاجنبي. لو حضرتك بتنظر الى كيفيه انجاح هذه المنظومه، ما دور كل قطاع في هذه المنظومه؟ بص انا اقول لحضرتك على حاجه، قصه الغزل والنسيج عموما هي بيشترك فيها وزارات كثيره، تمام، متمثله في وزاره الزراعه، وزاره قطاع الاعمال العام، وزاره الصناعه، وزاره الماليه، وزاره التخطيط، تمام. ولا يمكن اطلاقا تصلح منظومه الغزل والنسيج والقطن المصري بعيد عن هذه المنظومه. وانا حدي بس اصحح ما جاء في التقرير بس يعني على عجاله كده. اتفضل. نسبة الإنتاج من الأقطان طويلة التيلة في العالم 3%. مصر بتشارك بنسبة 1.5 من 3%. يعني 50%. يعني 50% من إنتاج العالمي لطويل التيلة. لا 1.5 من 100%. ما هي 3% دي 100%. كويس. مصر الآن تشارك ب 1.5 من 100%. يعني معنى كده يعني في 98.5% من دول تانية. مصر بس بتشارك ب 1.5%. تمام. الحاجة التانية عايز أقول لحضرتك على حاجة، نيجي بقى لوزارة الزراعة. وزارة الزراعة السنة اللي فاتت زرعنا 363,000 أمتار، دول جابوا تقريبا كده حوالي 2,400,000 أمتار. السنة دي اللي زرع 231,000، يعني هيبقى في عجز عندنا حوالي 1.1 مليون أمتار. يبقى لازم وزارة الزراعة يبقى عليها دور إزاي الإرشاد الزراعي يشتغل، ازاي نشجع الفلاح على الزراعه. واحنا بحصتنا وقلنا يا جماعه ان الاذواق العالميه في الاستهلاك العالمي اختلف، الناس اصبحت تتجه للاقطان قصيره ومتوسطه التيله، لان استهلاك العالم منها بقى 97%، مش زي زمان. كان زمان استهلاك العالم من الاقطان الطويله 50%، النهارده بقى في 97% قصير ومتوسط تيله. يبقى على وزاره الزراعه ان تستنبط سلاله جديده تدر إنتاجية عالية عشان الفلاح يشجع الزراعة، ثم الصانع يسلم المادة الخام رخيصة، ويبقى يتمشى بدل ما أنا عمال أجيب كل الأقطان ده، أنا بجيب من اليونان وبجيب من أوزبكستان وبجيب من الهند وبجيب من الصين، بجيب أقطان بدل ما استورد الأقطان، يبقى عندي مادة خام في الأرض. يبقى لازم وزارة الزراعة تنتهك سياسة زراعية، لأن الأرقام والمؤشرات اللي حدثت بالسنة اللي فاتت حدث فيه تراجع كبير قوي بحوالي 130,000 فدان عجز في الزراعة، وده مؤشر حقيقي زعل، لان الخطة اللي عملها الشركة القبض باشتراك مع وزارة قطاع الاعمال احنا نصل في 2020 الى 500,000 امتار، 500,000 فدان مزارعة. فعشان الخطة اللي معمولة لتطوير هذه الصناعة لازم يقابلها خطة حقيقية من وزارة الزراعة. النظام الجديد الذي يجرب في الفيوم انا ارفع له تعظيم سلام، ونظام جيد يحقق يعيد للقطن المصري سمعته، لكن الناس كان لازم تعرفوا اكتر، كان لازم يسبقوا حمله اعلاميه اكتر، بدليل استاذ احمد قال ان التجار بتاع القطاع الخاص احجموا عن الدخول في هذا النظام لان السعر مرتفع. فعلا السعر مرتفع، وانا بقول لحضرتك احنا عندنا 3 شركات قطاع عمل عام بتسلم هذا القطن هذا العام، الثلاث شركات دي هتخسر قولا واحدا، لان اديني بس فرصه. انا سايب لحضرتك فرصه اهو، بس يعني برضه في نقط لازم معاها الاستاذ احمد يرد عليها. اصلا البتاعه دي احنا ايدينا في المطبخ يعني، تمام طبعا، ما انا بس يعني متخصص في الموضوع. يعني احنا ما بنقولش النظام وحش، احنا بنقول بالعكس نرفع القبعه لهذا النظام، نظام جيد. وانا بحيي وزير قطاع الاعمال حقيقه، هذا الرجل يبذل جهد خارق في هذه المنظومة ويتحمل يعني ما لا يتحمله بشر في سبيل إنجاحها. لكن الحقيقة إحجام القطاع الخاص عن الدخول له مبرر، له مبرر أن الأسعار عالية، وزي ما قال الأستاذ أحمد وتفضل أن دي آليات سوق، أنت بتلزمني بسعر أعلى من السعر العالمي اللي موجود
علشان كده الشركات الحكومية تدخلت. يمكن الحكومة ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام عندها رؤية أنها تشجع هذا الفلاح هذا العام، قد يكون هذا، لكن في النهاية هي منظومة جيدة وستصلح ما أفسده 210 لسنة 94 الذي دمر القطن المصري. لكن لازم وزارة الزراعة تشوف إيه الخلل اللي حصل في انخفاض المساحة المزارعة عن العام الماضي. تمام، أنا هرجع بقى للأستاذ أحمد. أنا هعقب بس تعقيب بسيط على زراعة الأقطان اللي حضرتك بتقول عليها قصيرة التيار. قصيرة طبعا متوسطة. احنا بنستوردها، يعني انا استوردها احسن مزرعه للبلاد الثانيه مدعماها ب 30% زي اليونان. انا هقدر ادعم فلاح ب 30%؟ مش هقدر. طيب فانا استورد المدعم وازرع طويل التيله، لان انا ما فيش بلد بتقدر تنافسني في طويل التيله الا امريكا، وابتدت الصين تزرع طويل التيله طبعا، واسرائيل وبلاد، لكن مصر مشهوره باللقطان طويله التيله. قصة اللي انا اخش بقى في قصير التيل عشان ارضي المصنعين. طيب انا دلوقتي يا استاذ احمد معلش، انا لا مش مساله ارضي المصنعين، انا دلوقتي ما بنفصلش عن يعني. انا ما بنفصلش عن الاسواق الدوليه، ما بنفصلش عن اسعار عالميه لابد التزم بها، ولابد ايضا هذه الاسعار تنطبق في حاله الارتفاع وايضا تخضع وتقبل حتى الانخفاض. انا يعني لو يعني لو الموضه كلها قصير التيل انا ما اجريش ورا الموضه، لان انا ربنا مديني ميزه في القطن بتاع اللي هو طويل التيله، اللي يخليني اروح افقد الميزه دي، لان نفس استهلاك الميه، نفس العماله، نفس الارض، اروح انتج حاجه سعرها غالي. الاقطان قصيره التيله مش هتدي انتاجيه اعلى. الاقطان قصيره التيله بتاخد 6 رويات، الاقطان طويله التيله بتاخد 8. احنا عندنا طيب محافظات يجب ان نحافظ على الاقطان طويله التيله زي ما حضرتك قلت، مصر حباها محافظات هنوصل الوجه البحري، لكن الوجه الابلي تربطه صالحه للزراعه. احنا هنوصل، عايزين نوصل، عايزين نوصل طبعا عشان تنجح اي منظومه لابد ان كل الاطراف تكون مستفيده بتحقيق اهدافها طبيعيه. طيب هنيجي بس النقطه، هرجع لك يا استاذ احمد اكيد، لان دي نقطه في دور مهم جدا قوي، نقطه الاقطان طويله التيله. ما في التيله دي ما ده مش مرفوض يعني، انا مش عايز ازرع قصير التيله عشان ما يحصل يعني بره، عارفين يعني الشركات الاجنبيه كلها بتاعت البرانز جت قريب من كان عملوا اللي هي المعده المستديره. ليه هما جم؟ عشان يتاكدوا ان احنا بنعمل لقطان طويل التيله وما دخلش حاجه قصير التيله، ويتاكدوا بين الترسيبيليتي والاستدامه. هما جم عشان كده بقى نخسر الناس دي كلها. لا عشان لا ازاي بس انا، طب ما انا بشتري القطن اللي هو اليوناني مدعم وقصير التيله ازرعه ليه؟ استاذ احمد ما انا سمعتي كانت في طويل التيله صحيح، لكن انا لازم اواكب الاسواق العالميه. ماشي، هرجع لاستاذ فتح في نقطه واجي لحضرتك برضو في نقطه ثانيه. طيب احنا عايزين نحافظ على حقوق جميع الاطراف. صحيح. التسعير العالمي، اما اخضع للتسعير العالمي، انا صحيح ممكن احقق نجاح كبير جدا. صحيح. ارتفاع كبير جدا، وممكن احقق انخفاض كبير جدا. حضرتك اشدت بدور وزاره الزراعه وقطاع، لا انا اشدت بوزاره قطاع الاعمال العام. قطاع الاعمال العام ماشي يا فندم. طيب ازاي ممكن نعمل؟ في مقترح بيقول ان احنا نتنشئ صندوق استثماري، هذا الصندوق يقوم بعمليه تغطية الفجوات ما بين ارتفاع وانخفاض السعر. هل شايف في هذا المقترح، حضرتك اخد رأيك وارجع للأستاذ أحمد، هل شايف هذا المقترح تعويض للفلاح واحفظ لحقه وانجاح لهدف قطاع الأعمال بصناعة او قيمة مضافة للقطن بتحقق، ثم تطوير صناعة الغزل والنسيج؟ طيب حضرتك برنامجك برنامج اوراق اقتصادية. تمام، وانا هتكلم مش كرئيس نقابة عامة للعين بغزل والنسيج، وانما هتكلم في اقتصاد، اسمح لي يعني انا طبعا يعني مع بعض كلمتين في الاقتصاد يعني. مع بعض يعني احنا دلوقتي صندوق موازنة اسعار القطن ده نودي بيه من سنة 1994، قلنا يا جماعة احموا الفلاح، الفلاح مظلوم، هذه الصناعة صناعة بطبيعتها كثيفة العمالة، من ساعة ما القطن بيتحط في الارض لحد ما بنلبسه حاجات كثيرة او بتشتغل عليها وبيشغل عمالة كبيرة، لكن الظروف الاقتصاديه للدوله حالت دون انشاء هذا الصندوق. الفكرة. وحتى قلنا افرضوا رسوم زي ما بتفرضوا رسوم على السجاير او الكلام ده كله، وبذلت فيه جهود كبيره، حتى لما بنطلب دعم لشركات قطاع الاعمال العام عشان تتدخل لاستلام شراء الاقطان من الفلاحين، لان القطن ده مش طماطم ولا بطاطس، يعني الراجل ما يقدرش يصرفه. طيب. لازم الحكومه تاخده منه. تمام. لو ما لقاش حد يبيعه فبتتدخل شركات الحكومه المصريه بمسألة أمن قومي، وبتدخل تشتري هذه الأقطان. ما بنطلب دعم، في عندنا مشكلة في الاقتصاد في من وزارة المالية في دعم هذه المنظومة. علشان كده بنقول إيه؟ بنقول البديل أنا قدامي إيه؟ أنا قدامي إن أنا أشجع الفلاح ده على الزراعة. القطن طويل التيلة
في محافظات معينة لازم أحافظ عليه وأزود المساحة المزرعة منه وأعلي القيمة المضافة فيه وأحافظ على التربة بتاعتي والجودة بتاعتي. ده التميز العالمي، ده التميز، ده ما أقدرش أجني ناحيته. تمام. لكن العجز اللي أنا بجيبه من بره أزرعه، تربتي موجودة، أبحاث وزارة الزراعة في معهد سكة سنة 1982 موجودة وبتقول إن إحنا عندنا عملنا تجارب الفدان بيجيب 18 إمتار للفلاح، فالفلاح هيشجع على الزراعة، فأنا هاخد المادة الخام دي رخيصة أقدر أنافس بيها وأقدر أحقق فرق الدعم اللي بيموجود بره. تمام. علشان كده بنقول إيه؟ بنقول لازم السياسات على بعضيها تنطبق على بعضيها وتشتغل في تتكامل مع بعض. تتكامل مع بعض. يعني إذا فكرة الصندوق الاستثماري دي فكرة مقبولة تماما. بالتأكيد. عظيم. بالتأكيد. هرجع بقى للأستاذ أحمد. هنكمل بيت كلام الصندوق، لان الصندوق ده ما اتكلم على الصندوق ده. هل الصندوق دول كتيره بتطبقه؟ يعني الهند هو بس مش بطريقه الصندوق. احنا عايزين نعمل اللي هو التامين. شركات التامين في مصر وافقت انها تامن على القطن عند المزارعين، او مش القطن بس وكمان المحاصيل. يعني الهند بتعمل كده. يعني افرض حصل ظروف طبيعيه، كوارث، فيضانات، اي حاجه حصلت للقطن، ده مين اللي هيتعمل؟ الفلاح هيتحمل ده بند لمواجهه مخاطر معينه. بند التامين هي بقى التامين. تمام. شامل المخاطر الطبيعيه والاسعار كمان، تقلبات الاسعار اللي هي تضمن. طب ايه المخرج يا استاذ احمد لحد ما نوصل لمرحله ان احنا تكون عندنا شركات تطبيق منظومه التعليم؟ احنا قدمناها كجمعيه شباب رجال الاعمال، قدمناها ومنظومه متكامله، وفي شركات تامين بدون ذكر اسماء وافقت انها تعمل الكلام ده، وهي بتطبق خلال الجمعيات التعاونيه، لان الجمعيات هي اللي بتتعامل مباشرة مع الفلاح. والتأمين ده هيضمن للفلاح تقلبات الأسعار، يضمن ان هو يزرع وهو مرتاح، ما يبقاش خايف ان حاجة تحصل، ما حدش ياخد محصوله او اي حاجة تحصل. مهم جدا. الفلوس بتاع التأمين دي سهل ان احنا يعني لقينا لها يعني تمويل ليها، يعني ما فيش مشكلة. الحكومة برضو لازم تساعد الفلاح زي دول العالم كلها. يعني هقول لحضرتك حاجة، لو حسبنا كل الإعانات اللي ممكن تقدم عشان تطلع صناعة القطن دي تكمل والفلاح يبقى فيها مرضي، وكمان انت بتاخد من القطن بذرة وزيت وسماد وكزب، حاجات كتيرة وناس كتيرة بتشتغل من ورا القطن ده، ممكن ما تتكلفش دعم أكتر من 1 مليار جنيه، ودي سهل لمها من الحاجات التانية. احنا عايزين نحاول، احنا في اتجاه، احنا بنتكلم في الاقتصاد بشكل عام. فنحاول في هناك المحاولات واغلب الاستراتيجيات موضوعة لتخفيف الاعباء على الموازنة العامة للدولة. فايه الحلول الاخرى المقترحة في تجارب دول اخرى قد لا تدعم ايضا زراعة القطن؟ لكن هرجع للاستاذ عبد الفتاح في نقطة اخرى. طيب احنا قلنا فكرة الصندوق الاستثماري، وحضرتك بتبحث عن مسألة طويل التيلة، وده بالتأكيد سمعة القطن المصري فيه، والقصير والمتوسط هو ايضا هام ومتعلق بالصناعة. طيب تفتكر حضرتك ايه امكانية تأثير او جلب مستثمر اجنبي الى هذا القطاع واثره على حل مثل هذه المشكلات؟ في القطن ولا في غزة؟ الاثنين. طيب انا بس حضرتك كنت تسألني سؤال، تتكلم عليك على يعني وجهين لعملة واحدة. كنت تسألني سؤال، قول لي ايه سبب انخفاض المساحة المزارعة ما هو ده 63 ل 201؟ ما هو الناس ده طالما هي ما بتستعملوش. بالتأكيد الفلاح لا يمكن اطلاقا هيظل يزرع قطن يجيب له 5 قناطير للفدان. تمام. يعني حتى لو باعه 2000 جنيه يعني 10,000 جنيه. يعني مش جايب الجمع بتاعه ولا السقية بتاعته. تمام. يبقى احنا لازم نبحث للفلاح ده على حاجتين. الحاجة الأولانية ان انا ادعمه، او الحاجة التانية ان انا ادور له على سلالة تجيب له انتاجية عالية. مش كده يا فندم؟ صحيح. بديل. يا اما البديل الاول يا اما البديل التاني. وما يخف الطلب العالمي يا استاذ زعفتا. نعم. لما ينخفض معدل الطلب العالمي على المنتج. انا 110 مليون يا فندم. يعني انا لوحدي سوق اقدر بانتاجيات اللي طلعنا كنا بننتج في الثمانينات 10 مليون امتار. النهارده ما بنكملش 3 مليون امتار. فاحنا سوق لوحدينا مش محتاج يعني ده محليا. طبعا انا بتكلم يا فندم، انا بجيب القطن من بره انسجه واغزله واصرفه في السوق المحلي. طب ما انا اصلا طيب انا هسال سؤال، الحروب اصبحت حروب اقتصاديه وليست حروب بالسلاح. صحيح. زمان الاحتلال واحتلال بالبندقيه. تمام. النهارده بقى الاحتلال الاقتصادي، والاقتصاد بيتكلم في 3 حاجات: ميه وقمح ولبس. مش كده؟ صحيح. طيب انا لو ما عنديش ماده خام، وانا زي ما الاستاذ احمد بيقول انا عمال استورد من دول، الدول دي عملت ايه يا فندم؟ الدول دي فضلت تدعم القطن بتاعها عشان تصدرهن، لما تعمل لنا اغراق وخلت الفلاح دمرته ما خلتوش زرع القطن، وبعد كده
تكلفة القطن اللي استلمناه الضعف. يعني هو فضل يغرقني ويدعم هناك عشان أنا أموت مزرعش قطن. ده يا أستاذ فتح ده عشان بس ما نخش على الموضوع ده، تم على مستوى مختلف الصناعات والقطاعات، ودلوقتي الاستراتيجيات الجديدة بتعيد هذه الأمور عشان لمسارها. عشان كده بنقول إيه، أنا في حلم تمام ونفسي ما أصحاش منه إلا ما يتحقق كامل. إن أنا كنت دايما أقول الدولة ليس لديها إرادة سياسية لإصلاح قطاع غاز ونسيج. أنا اللي بقول لحضرتك أهو، أنا بقول لحضرتك أهو الآن الدولة لها درع وسيف في الغاز والنسيج. يعني لما رئيس الجمهورية شخصي يقعد مع الشركات اللي هي هتعمل التي ستقوم بتوريد الآلات والمعدات من ألمانيا وسويسرا وإيطاليا ويتفاوض معهم بنفسه، يبقى فيش حد يتكلم بعد كده. تمام. لما وزارة قطاع الأعمال مع الشركة القابضة اللي أنا بحيي الدكتور أحمد مصطفى رئيسها الحقيقة اللي بيبذل جهد خارق، يعملوا خطة ويجيبوا مكتب عالمي من بره لأول مرة ويضع خطة يحط فيها استراتيجية ل 2050 لصناعة الغاز والنسيج، يبقى لازم أنا أقول أن هناك تحرك على المستوى الدولة وعلى المستوى السياسي والإرادة السياسية تحقق. علشان كده محتاجين إيه؟ محتاجين الجميع يعمل في إطار الدفع في الإطار ده. هقول يعني لحضرتك عشان بس وقتنا يبقى كافي لكل أسئلة، لأن الحقيقة أسئلة في هذا الأمر كتير جدا وملف تحديدا. هرجع برضو للأستاذ أحمد. أستاذ أحمد برضو ليه ما تمتش لا 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 ثواني بس، انت المشاكل لا رجاء هتقول لي مشاكل الحلول. بس ليه ما تمتش الشراكات مثلا ما بين القطاع الخاص والحكومة، وخصوصا أن الحكومة هي قامت بعروض متعددة لقطاع خاص في هذا الإطار؟ بيتم شراكة القطاع الخاص زيه زي اي حد، اعتبر القطاع الخاص ده واحد بيشتري مصدر، انت بتصدر له قطن كويس، هو ملتزم بسعر سوق عرض وطلب. انا دلوقتي سعر سوق، انا لو سعر سوق مناسب هشتري، لو سعر سوق مش مناسب انت بتعمل منفصل كده، ما انا دلوقتي بتعمل في اطار رسمي وتبقوا انتوا الاثنين زي ما بنقول كده هم شخصين بيتحملوا المسؤوليه في شيء. اتفضل. مصر استوردت 150 الف طن قطن. احنا انتجنا كام السنه اللي فاتت؟ 90,000 طن. يعني احنا استوردنا مره ونص تقريبا قد اللي احنا بنشتريه. طب ما هقول لك ليه. طب اسمعني بس من الاخر. انا بشتري قطن مدعم من بره، بيدعموه اليونان، بيدعموه ب 30% والبلاد التانيه. تمام. انا ما اقدرش ادعم. بس انا اللي بشتريه جودته اقل من اللي هنا. انا هنا تكلفتي عاليه ليه؟ ايه اللي سبب في التكلفه العاليه في مصر؟ 60% او 50% من التكلفه تكلفه الجمع، جمع قطن. انا لازم الاقي حل للجامع. انا لو جمع، أنا زمان كان مين اللي بيجمع قطن؟ دي ميكانات طلبه المدارس اتلغى. طيب. الكلام ده عارف، لو رجعنا لطلبه المدارس الثانوي اللي فوق ال 16 سنه عشان نخرج من حته الاطفال والكلام ده واستعمال الاطفال والكلام ده، انا عايز اوفر 50% من تكلفه الجامع. انا لو وفرت 50% مش هستورد قطن، هنكون عمليين، لان هنكون سعري ارخص سلام. من الاطنان المستورده هنكون عمليين في الكلام. هرجع للاستاذ عبد الفتاح عشان نحدد نقط ونطلع بمضمون عشان عايزين نخلص الحلقه. النقابه العامه كانت سباقه ولم تتجه الى مطالب عمال سواء حوافز او بدلات، رغم اجورنا يعني القاصي والداني يعلم ان احنا ايوب عمال مصر وتحملنا ما لا يتحمله بشر. املنا الوحيد في الدولة حاليا. تمام. لكن انا عايز اقول لما احنا جينا في 2014 ودعينا لمؤتمر وجبنا كل القطاع الخاص، يمكن الاستاذ احمد بيفكرني دلوقتي انه كان موجود معانا، وعملنا روشتة لانقاذ هذا الصناعة، عملناها اربع محددات. قلنا وزارة الزراعة تزرع اقطان قصيرة ومتوسطة التيلة تجيب انتاجية اعلى، تشجع الفلاح على الزراعة، المادة الخام تبقى رخيصة. الحاجة التانية ان يتلغي كل القرارات والقوانين اللي صدرت في غيبة من الزمن. أنا عايز أقول على حاجة، الخلاف معروف هو إيه؟ هناك البعض يريد لمصر أن تظل تشتغل في صناعة الملابس فقط. ما ده أنت هنا أستاذ ملابس فقط. ما احنا بنتكلم دلوقتي على فرصة. أنا مديك فرصة على فكرة، بس أنا مش عايز وقتنا يخلص غير أنا مستفيد منك. أنا مش هجيب سيرة حد. ما لا مش مستفيد سيرة، بس أنا عايز أشرح مشكلة عشان الناس تعرف حجم التراكمات اللي الحكومة الحالية شايلاها إيه. أن على الدولة أن تعيد النظر في الإجراءات والقوانين والقرارات التي صدرت في التسعينات والألفين لحساب البعض. تمام. لمن يريد لمصر أن تظل دولة تجيب القماش من بره تفصله جوه
وتجاره الترانزيت والضروبات، وانا مش هفسر اكتر من كده. دي كلها استراتيجيات انتهت ولا عدا يعني. عشان نتكلم في الجديد، انا عايز من حضرتك في وقتنا اللي متبقي، 1 2 3 كنقابه بتطالب للنهوض بزراعه قطن حق الفلاح في هذا الامر، واستعاده المساحات المنزرعه اللي هي انتهت او راحت او افتقدت او قلت نظرا لخسائر الفلاح، زائد النهوض ايضا بقطاع الغزل والنسيج في اطار تعاوني ما بين القطاع العام الدولة بمزارات حضرتك وجهات المعنية اللي حضرتك ذكرتها، قطاع الأعمال بصفة مستقلة باعتباره بينصب على قطاع النسيج أو أحد. طيب أنا عايز أقول لحضرتك على ثم في النهاية المستثمر الأجنبي. إحنا كنا في الروتري في اسكندرية وكان حاضر وزير قطاع الأعمال مشكورا ورئيس الشركة القابضة، فقام بعض أصحاب الأعمال وقال أنتوا بتطوروا ليه الغزل والنسيج في القطاع العام، ما تسيبونا إحنا القطاع الخاص ندخل فيه. فأنا وقفت وقلت له احنا ما دخلناش عليكم، انتوا اللي دخلتوا علينا. انا فاضل معايا نص دقيقه. احنا كنا ابو الصناعه في مصر. فلما تيجي النهارده يبقى عندك خطه بالنسبه للغزل والنسيج وشركات القطاع العام، في خطه موجوده وبتنفذ وبتتابع، مش عايز اقول لك شبه يوميه، من وزير قطاع الاعمال العام ومن رئيس الجمهوريه شخصيا. وزاره الزراعه بقى لازم تنتهك سياسه زراعيه تشجع الفلاح على الزراعه. انا هقول كلام اهو مغلطي. خلاص تمام. ماشي. ليه نقطة التالتة وزارة المالية ووزارة الصناعة تعيد النظر في الرسوم الجمركية على الواردات من الغزول والأقمشة لحماية المنتج المحلي. تمام. الأهم من ده كله، والحقيقة اللي مرصود له في خطة وزارة قطاع الأعمال 700 مليون جنيه، هو إعادة هيكلة وتدريب العمالة الموجودة في هذا القطاع. 1 2 3 4 استاذ احمد في اقل من نصف دقيقه، انا المفروض انتهى. معلش قول لي المشكله 1 2 3 الحلول. وزاره الزراعه تيجي تقول لها ازرعي، تقول لك طيب انا هزرع، هتوسع، مين اللي هياخد القطن؟ السنه اللي فاتت، اللي قبليها، اللي قبل اللي قبليها، القطاع الخاص ما خدش، القطاع العام كان بيشيل الشركه القابضه كانت بتشيل كل حاجه. هيخلص عندنا بانوراما. انا هقول لك اهو، انا عايز في لازم خاطره اقتصاديه تقوم، يعني استثمارات اجنبيه زي ما حضرتك بتقول، واحد تشد يعني صناعة الغزل والنسيج تقوم بمكان جديد عشان تاخد الانتاج ده كله اللي هتزرعه وزارة الزراعة، وده بيتم، وده لازم مع برضو تدريب عمالة. ده مهم جدا تدريب العمالة دي، ما فيش عمالة مدربة، البنوك تساعد في التمويل، مين اللي يعني انت حضرتك استثمار اجنبي واستثمار مصري، المصريين عشان يشتروا مكان جديد ساعدوا، هاتلوا تمويل بفايدة قليلة، عمالة مدربة، قوانين وتشريعات جديدة، القوانين والتشريعات هي دي اللي لازم تتغير. أنا هبعت رسالة بس هقول لزملائي اللي هم بيسمعوني الوقت واللي ما بيسمعونيش، هقول لهم انتوا تحملتوا كتير قوي، انتوا أجوركم قليلة، حوافزكم قليلة، يشهد القاصي والداني ان احنا أيوب عمال مصر. بس أنا بقول لكم الأمل قادم، وإن شاء الله بإذن الله بخطة تطوير الصناعة ستحدث نهضة لمستحقاتنا وستحقق أمنيتنا. رسالة إلى وزير قطاع الأعمال، مع الوزير 3 شركات حليج هيخسروا السنة دي خسارة كبيرة رأفة بعمالها. تمام. أستاذ عبد الفتاح، الإرادة السياسية للدولة بالكامل يعني بتنصب في قطاع تحديدا من ضمن قطاعات الصناعة، قطاع الغزل والنسيج وزراعة القطن بصفة مستقلة، فإذا مسألة النتائج المرجوة دي إن شاء الله وعيدة بإذن الله مؤكدة، ولكن هي زي ما نقول دايما هي مسألة وقت، الفانوس السحري هو مش موجود. كنت عايز استفيد كتير جدا لكن الحقيقة وقتنا خلص. بشكر في نهاية حلقة اليوم أستاذ عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين قطاع الغزل والنسيج، شرفتنا يا فندم. وبشكر الأستاذ أحمد بشير رئيس سابق لجنة الغزل والنسيج بجمعية شباب الأعمال. شكرا يا أستاذ أحمد. شكرا يا فندم. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم برنامج أوراق اقتصادية، إلى اللقاء الأسبوع القادم وأوراق جديدة وملف جديد، دمتم في أمان الله.